محافظ صلاح الدين يتفقد المستشفيات في ساعة مبكرة من فجر اليوم ويؤشر تحسنا ملحوظا في الخدمات. محافظ صلاح الدين يناقش أسباب ومعالجات تردي تجهيز الطاقة الكهربائية ويأمر بتأهيل مباشر لطريق القادسية السريع. مراقبون ومواطنون يؤشرون ارتفاعا في مستويات الخدمات والإعمار بعد قرار محافظ صلاح الدين إبعاد الفساد والضغط السياسي عن المشاريع. الصحة تدق ناقوس الخطر مع ارتفاع عدد إصابات كورونا ومؤشرات حظر التجوال بين مد وجزر.